السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف أخبار عليهم؟ طيبين تمام صحة سلامة، معكم أكس بلاك حمود واحد ثمانية سبعة أكس من قناة لي. اليوم جاب لكم كومنتري جديد. الجيم هذا كنت ألعب أنا وأخوياي، طبعا ما كانوا معي بالجيم، بس أنا مجرد أني جبت في الجيم شيء كويس فقلت خليني أحفظه وأسجل عليه. طبعا كنا نلعب الجيم الدومينيشن، كنا حاشرين خصمنا، حشرناهم ما خليناهم يطلعون أبدا من مكانهم، حشرناهم حشر لين قلنا بس حشرناهم. لا لقيتهم من قبل طبعا ما نبدا الجيم، قلت لهم نحشرهم، قالوا قدام حشرناهم. طبعا كنا حاطين كلان كذا طقطقه، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس ستة، نبي نطقط كذا وشوية ظرافة. اليوم طبعا الجسم البشر الرجيم الجيم هذا توني قايم من النوم صحصح، فقلت بسجل بسرعة. مجرد بس اني باخذ من وقتكم كذا كم من دقيقة. بتكلم فيها عن موضوع بسيط قبل ما ادخل بالموضوع هذا، واقول لكم كل عام وانتم بخير مبروك عليكم شهر رمضان وصيام مقبول شهر رمضان الكريم. عاد ان شاء الله نصومها 30 يوم، بس مع ان يعني عندي في يوم يمكن بفطره اذا كنت يعني اذا الله اعطانا عمر، اذا كنا بنسافر الشرقية. طبعا يجوز لك تفطر اذا كنت بتسافر خط وزي كذا. ف قلناكم كل عام في خير. والله اني شكلي ملخبط يا ولد اليوم، هذا مو بنوم، الله يبوي نسيان تام. طبعا في رمضان جلست انا افكر قبل كم من يوم انني دائما اني سويت ايدي للمشتركين، وفي رمضان قلت يعني نبي نسلي نفسنا شيء طفش. وطبعا عارفين يعني لازم يعني نقرا القران ونختم القران، فراح احط لكم رابط صفحة القرآن في الديسكريبشن او على الفيديو اذا كنت يعني تبونها. لكن في شيء ثاني بعد قلت انا يعني قلت ليه ما اسوي سلسلات، تكون سلسلات هذه رمضانية منها الفلة ومنها كذا الاستمتاع، يعني شوية مقالب شوية كذا لعب طقطقة وناسة وزي كذا نكون مسلسلين منها مع اخوياي ومنها مع المشتركين. فيعني قلت انا البشر الرجيم ان هذا هو الحل اني نسوي في رمضان، يعني مو طول الوقت هذي نتابع المسلسلات اللي بيجيبونها الفاضية، خصوصا مسلسل عمر الخطاب اللي على ام بي سي اللي لازم يوقفون هذا المسلسل ذا. والله من جد يعني صراحة يعني ما ينفع مرة، ما ينفع ما ينفع ما ينفع ما ينفع ام بي سي، والله تمادت ام بي سي. فا يعني وخصوصا هذه السنة يعني في مسلسلات كثيرة لين الليل، والله لين الليل. باب الحارة خلاص ما عاد فيه باب الحارة، اللي طشمطاش على ما اعتقد ما عاد فيه طشمطاش. بس الشيء اللي بقوله اللي هو المسلسل اللي يعني صراحة خلاص المفروض انهم يوقفونه نهائي، يعني خلاص 17 جزء ما في شيء، يعني ما تغير في شيء، اللي هو طشمطاش ما غيرته في شيء، يعني مفروض يعني اقل شيء هو 19 جزء، انا ما اعتقد اخر جزء 19، مفروض يعني يجيبون شيء جديد لنا، يعني ناصر قصبي وعبد الرسول نحن انتم ممثلين كبار، مفروض يجيبون شيء جديد على الاقل. لو تذكرون مسلسل عيال قرية كان يعني صراحة يعني ما توقعوا ان في مشاهدين بتابعونا، لكن يوم حطوه لقى يعني مشاهدين كثيرين تابعوه وعجبنا المسلسل. لو انهم رجعوا ثاني مرة صوروه كان افضل. مسلسل مثل عندك بيني وبينك يعني بعد ما طلع من عندهم مناحي اتوقع ان صار المسلسل بايخ. سكتم بكتم مناحي قدر ان يجمع قضايا المجتمع كلها في هذا المسلسل بيني سكتم بكتم يعني صراحة المسلسل تمام. خلينا نحن مسلسلات ونتكلم الحين على السلسلة اللي انا راح اسويها في رمضان مع اخوياي ومع المشتركين، كيف راح تكون. طبعا اول سلسلة اللي هي سلسلة دبليو 3 وبلاك اوبس وكود 6.
حسب اللي عنده عند الأشرطة هذه سلسلة اسمها نظام المنوب. راح تكون هذه سلسلة أسلحة، نلعب بأشياء أسلحة على طول، أنا قدحت أسلحة، نلعب بأشياء حقت نوب وزي كذا من وناسة وطقطقة ويعني نضحك على الخصوم كذا. الحين بيجيك، أنا أدري في واحد بيقول لا تقول كذا وكذا، لكن تعودت أنا دائما إني أقولها. الشيء الثاني اللي هو زومبي، سلسلة زومبي، يعني نشوف اي راوند نقدر نوصل بالزومبي. طبعا انا عندي بس ماب، الماب الاول المابات قصدي اللي يعني بفلوس، عندي بس سنجريلا وعندي اسنشن. المابات الثانية ما ادري لين حذفت، بس بحاول اني اخذها من عند اخوياي اذا في احد بيعطيني. بكلمه اليوم بشوف اذا في احد بيعطيني المابات وشوف وضعها. الموضوع الثاني اللي هو خلاص قلنا نظام المنوب، فش اسمه كود 6 او كود 7، والنظام الثاني اللي هو سلسلة زومبي اي راوند نقدر نوصل. الشيء الثالث اللي هو الشيء الثالث كورة، اذا كان في احد يلعب كورة فيفا او فيفا ستريت بيتحدى كذا او بنلعب مثلا مع بعض. شوفوا فيفا 2012 ما اقدر نلعب معاكم مع بعض، لان صراحه انه والله في لخبطه، لان مو زي فيفا ستريت. فيفا ستريت عادي يمديك تلعب، لكن فيفا انا جربت العب مع ناس اقسم بالله لخبطه. يعني اللي انت متوقع لما بتلعب مثلا مع واحد يعني مثلا اخترت برشلونه، توقع ان تشكيله برشلونه، لا لا، على اللاعب اللي فيفا يعطونك اياه تسويه تلعب فيه، والله تتعقد. انا لعبوني ذاك اليوم معهم، خلوني سنتر دفاع طيب، مو بنكبات نكبتهم، ما مره لا ما ينفع مره. وغير كذا ان الحارس انت يعني مثلا لو ما لقيت لك سنتر دفاع ولا زي كذا انت تمسك الحراسه ترى، وهذه اصعب شيء اقسم بالله اني كرهت ذاك اليوم يوم لعبت معهم. الشيء الثاني الثالث بعد وش بعد، ما في الا هذا الاشرطه هم اللي اكثر شيء يلعبون العالم كود ذي الاشياء، وباتلفيلد اذا بعد اذا كان فيه. بالنسبة يعني لعب يعني السلسلة هذه قلت لكم عنها. اذا كان احد يعني يبغى يشارك معنا من المشتركين، اخوياي انا كلمتهم خلاص من زمان تقريبا، اصلا كنا بنسوي السلسلة من زمان احنا، بس انا شفت رمضان جاء قلت ليه ما نسوي برمضان تكون سلسلة رمضانية وسلسلة الفلة وزي كذا نستانس فيها. طبعا التسجيل الناس بيقولون متى يكون تسجيل، انا طبعا اسجل البلازما، البلازما هذا يكون بالسد الحريم، ما عندي بلازما مكان ثاني، فانا اسجل دائما الصبحية. فاللي بيكون فاضي ويسجل معي الصباح يقول لي يكتب لي بالكومنت انه هو بيشارك معنا، اهم شيء يكون عنده سكايب، اهم شيء يكون عنده سكايب ومايك تمام، مو بيجيني مايك مخبط، فهمت كيف؟ يلعب بام التسجيل طيب. ماستر جيم وش بعد، بس خلاص اتوقع ان انتهينا. فاللي يبي يشارك معنا ما عليه الا انه يقول لي بالكومنت اني بيشارك معنا او على الصفحات الاجتماعية اللي ما حد يدخلها. طبعا في نهاية المقطع في قناة خوي بدر، بيكم تدعمونه ذا الجيم ذا الخايس، ابيكم تدعمونا بدر، سووا له سبسكرايب لقناته، تفشلون مع الرجال. على ما انتهينا كومنت لايك كومنت سبسكرايب تفضل، تبي تشارك اكتب لي تبي تشارك وضيفني في سكايب، او اذا كنت مثلا ما تبي تكلمني مثلا على سكايب تقدر ترسل البن حق خاص، ارسل البن حق خاص البيبي حقك خاص، لا اشوف كومنت لا اشوف الكومنت في بيبي، تبي ارسل البن حق خاص وانا بضيفك وتفاهم معك. على ما تدعمون الرجال بدر، لايك سبسكرايب تفضل، أشوفكم على خير، السلام عليكم. كان معكم أكسبلاك حمود 1877 من قناتي.